انتو؟ ايه ايه اغا شايف سيارة رشاد مو معك يا اخي. ما عم افهمه لهالزلمة. هو اول شي بيعطيني السيارة، بعدين بيجي لعندي وبياخدها مني بكل بساطة. والصينية شو بدنا نعمل؟ وعدنا الزلمة انه نشتريها، كيف بدنا نشتريها هلأ؟ اغا شيلنا من قصة رشاد والصينية هلأ، تكسرنا نحن من وراهن يا زلمة. تعالوا نروح نطلع نتمشى شوي، مندردش مع البنات، نطلع منتمشى نغير جو. والله حكيتها لنازقول أنا اليوم وقالت إنه فينا نشوفها، يعني فينا نطلع. قالت لك وين دوزقون؟ بالقهوة قاعد. إيه وإيرول. وقالت لي كمان إنه إذا كانت فاضية رح تطلع. وقالت لي نازقول إذا أنتوا فاضيين مشان نمروا عليهم ونطلع. شو ناطرين لكن؟ يلا خلينا نروح دغري لعندهم. يلا. يلا. على هون أنت ويالا، وين رايحين؟ منشوف الزلمة أول شي شبكون يا أخواتي، لأنه قاعد وناطرنا بالقهوة، بعدين منروح. إيه كلامه صح، فكرة لازم نروح على القهوة. تعال معي يلا. برافو عليك يا ابني، برافو عليك والله، كسرت لي إيدي يا زلمة على هالمزح. عن جد مو طبيعيين، ما عندكن باص؟ انت يا مختارة كيف ما بتجيبي باص على هالضيعة؟ ببساطة لأنه ما عنا سياح بيجوا على الضيعة وبيخربوها مثلك. شو عم يصير أمينة؟ شو بده يصير يعني؟ هي الماس خانم بدها تروح لعند الابن الكبير كوبتاغال يلي رجع اسطنبول. كوبتاغال ما طلع من الضيعة، هو لساته هون. كوبتاغال بالضيعة الماس خانم. لحظة لحظة، شو كنت عم بتقول؟ ايه مثل ما سمعتي تماما، من شوي وصلنا كوبتاغال على بيت نورية وراح يرتاح شوي. بس ليه؟ لأنه كان مع رشاد وتخانقوا مع بعض وأخذناه على بيت نورية لحتى يهدى. المهم هلا بالنسبة لنا مرقت على خير. بجوز هو ترك رسالة بس راح من هون. ايه بجوز. والله إذا مو مصدقة الطفلة. صحيح رشاد وينه؟ ما أنه مبين هون. ليك هذا هو. رشاد وين كنت لهلا؟ قلنا زمان عم ندور عليك ولو. ايه كان عندي مشوار خاص كرمال هيك تأخرت شوي. لك انتو شو قصتكم؟ ما عندكم غير تحكوا عنه بالضيعة؟ بعرف اني كتير مهم بس مو لهالدرجة. لسه لوين راح رشاد؟ وين كان رشاد؟ عن جد شي بيملل كتير. طلع فيني ولا؟ جاوبني على سؤالي، انت بتعرفوا لابني كوبتاغال يا فهمان؟ ايه من شوي كان عندي. شو؟ وانا قدرته وانت بواجبه، وكرمال هيك لساته قاعد عنا بالبيت، وباينته حب الجو تبعنا ومو حابب يطلع من بيتي هالمرة، يعني خلص ابنك صار بأمانتي. شفتي يا الماس خانو؟ تأكدي منيح قبل ما تبلشي تغلطي وتحكي حكي ما له طعمة. الماس خانو؟ كنتي قلقانة على كوبتاغال؟ لا بس انشغل بالي عليه شوي. ايه خلص ما في داعي انشغل بالك، إذا بتحبي فيني آخذك لعنده تطمني عليه وبتهدي بالك شوي. حلو. يلا خدني لعنده يا رشاد بيك. يلا قوم. يلا قومي خلينا نروح. يلا تفضلي. تفضل. بتمنى لكم يوم حلو. الله معكم. دربك أخضر. تفضلي. شوف أنت وياه بتروحوا وبتجيبوا لي صينية على السريع، ولا ما بتعرفوا شو ممكن أعمل فيكن؟ ها طيب لكن خدنا معك بما أنه طريقنا على طريقك. شو قلت؟ لك أنت شو عم بتخبص؟ الماس خانو معي بالسيارة، شلون بدي أخذكن معي؟ ها مثل ما بدك، بس إذا ما أخذتنا معك بالسيارة كيف رح نوصل بسرعة؟ قل لي ليش. مو أنتوا يلي سرقتوا مني الصينية ولا؟ شو هالوقاحة هي؟ يلا روحوا من وشي ولا تأخروا، فهمتوا؟ ساعدوني. تعالوا يا شباب. هاي ستي قول لك وينكم يا اولاد؟ ساعدوني معي. تعال تعال يلا شيلوني على هالكون. يلا محيكم ما ضل عندي ركبه. شيلوني كسر ظهري. شيلك يا ربي. بعدي على هالكون طلع حطك على شيء. شو هذا الوضع؟ تمام فين منيح؟ يلا مسكي فيني. قول لك على هالكون. خلص طولي بالك شوي. كسر ظهري يا اولاد. خلص جيبوه لهون، جيبوه لهون. هات ولا هو سريع يا ربي. يلا شوي يا اولاد. لك جنيد روح لهونيك، ما عاد فيني اتحمل، بدي فوت على الحمام. حتى انا مثلك. Thank you.
ايه وينه رشاد يا اولاد؟ انت ليش عم تسالي عنه؟ لانه كوبتا قال كان عم يشتكي لي عليه، مشان هيك رح نجتمع نحن النسوان وناخد قرار بحقه. بصراحة رشاد رح مع ألماس خانم لحتى يدوروا على كوبتقال من شوي، بظن أنهم صاروا على رجعة. يعني بصراحة ونحن كمان حابين أنه نشتكي على رشاد إذا ما في مانع. لا طبعاً ما في مانع، اللي شو عمل معكم وأنا رح أتصرف. بابا ما قلت لي عن جد خالتي راحت مع رشاد وضلوا لحالهم كمان؟ إيه. كيف بتخلي خالتي ألماس تروح مع رشاد لحاله؟ شو هالتصرف هاد يا؟ خالتك كبيرة، على شو بدي خاف؟ حل عني. دخيلك انت والتصرفات تبعك. أمينة خانم، وعدتينا انك تحلينا موضوعنا، لهيك لا تنسينا شبكي، معتمدين عليكي. خلاص خلاص، الموضوع عندي انا، رح اجمع الشكوى تبعكم مع الشكوى اللي قدمها سيد كوبتقال، واول ما بيرجع رشاد مع الماس خانم رح نعمل اجتماع وناخد قرار. ايه تمام. دوزقون. ايه تعال معي شوي، بدي احاكيك بشكل. ايه بس لوين؟ بدي احكي معك. الله يجيرنا. يلا نورية. خلي الشباب يحملوكي أحسن ما يصير لك شي. لا تشغلي بالك أنا رح ضل معك. يلا خلينا نروح ونقعد بشي مكان. يا شباب، بما أنه هلأ نورية أخذت نزقون وراحت، خلونا هلأ نروح أشوف البنات. طيب أنتوا روحوا هلأ وأنا بضل. أنت هذا اللي شاطر فيه، خليك هون وراقبلنا دوزقون وخلي عينك عليه، وأول ما تشوفه إجا وبده يلحق البنات بتتصل فيني وبتقلي. إيه طيب ماشي. روحوا يلا. ما في بنت بكل هالضيعة مثل يا براك، بس شو ساوي؟ ما عم بقدر أحصل عليها، يا ربي دخيلك. ست أمينة؟ إيه؟ بدي أسألك، لسه في عندك مسكن؟ إيه عندي، بس ليش؟ ظهري عم يوجعني كتير ومتشنج، قلت باخد حبة وبرتاح. تكرم عينك؟ رح أقوم جيب لك حبة. يسلموا هاليدين. أوف. دوزقون اسمع هالكلمتين. تفضلي. هذا كوبتا قال. ايه شبه؟ رح يجي ورح يستقر عنا بالضيعة، لأنه هو شب كتير منيح. ايه لكن عندي علم. ايه عادي يستقر؟ ايه بيستقر، لا تشغل بالك، وإذا بتخليه يتقرب منك أكتر أكيد بيستقر. إيه بالنهاية نحنا شو بدنا غير إنه يكون الكل مناح؟ ايه معك حق. حتى أنا عم أقول يعني خلي لكوبتقال ياخد واحدة من بناتك الأربعة، أنا شايفة نصيب بنات الضيعة واقف هيك شايفة. والله شو بدي أحكي وأنا عاجبني الولد، بس يعني من هلأ لهداك الوقت بيفرجى الله، وكمان بتعرفي إني بسمع كلامك. هذا عشمي فيك، شكراً لك. ايه كوبتقال؟ الماس كلمة واحدة، رجعي بسرعة. ما بقدر، عم نتفتح. عم قلك رجعي لهون. ماني راجعة هلأ. الماس لا تجنيني، هلأ رجعي لهون على السريع. رح نتفتل وبعدين نرجع، لا تخاف. الماس انت عم تعصبيني وتجاكرين، ليكي طقوا فيوزاتي. ها عم قلك منتفتل ومنرجع منلتقي المساء ومنحكي وقتها، ماشي خالتي؟ الماس لبقى تقولي كلمة خالتي بمسك لسانك من شرشه بشلعه، بقطع لك يا من زلعيمك. ماشي يا حبيب خالتك. الماس بكفي، لا طلعيني خلقي، عن جد مو ناقصني، اللي فيني مكفيني، بكفي. باي يا حبيب خالته. الماس بصراحة ابن اختك الكبير كتير عصبي. اي قبر قلبي ان شاء الله، بس من وين عرفت انه عصبي؟ من حكي على الموبايل؟ لا هو من فترة إجا لعندي وهذا اللي طلع معي لما شفته. يعني هو حكى شي عني؟ هو بيغار عليك كتير طبعاً بصفتك خالته، أنا ما حاكيته طبعاً، ما بحاكي، وقت بنرجع إلي حديث معه، بدي أتعرف عليك ونصير رفقات نحنا. إلك حديث وقت نرجع؟ ايه. يا ربي يا ربي، أخ مني اوف يا ربي دخيلك، اوف يا ربي صبرني على هالعيشه هي، اخ اخ يا ربي اخ 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 يا ربي اخ. خير يا ابني خير؟ في شيء زعجك؟ طبعا هذا رشاد كثير زعجني، فور لي دمي على الاخر، ما عاد فيني صبر.
طول بالك، لا تزعل، كل شي بينحل. اهدى، خلص القصة صارت عندي أنا. والله القصة مو بهالبساطة، بكرة بتشوف بعينك شو رح يصير معانا، بكرة شوف. خلص اهدى، تعال معي لنروح ونشرب قهوة مع الإسماعيلية، يلا. طيب مثل ما بدك. بعد إذنك حط لي موبايلي بجيبتي لأنه إيدي عليه المي، مشان ما ينتزع يعني، بتعرف. لا لك لا تخاف، عم أمزح معك. يعني لو وقع من إيدك كان ما رح يتصلح أبدا. شو هالمزح هاد يا؟ امشي. بسم الله. وين اختفت السيارة؟ معقول يكون نسيني وراح؟ ألو جنيد، وينك أنت؟ بينكسون، طلع عندي شغلة مستعجلة كتير ورايح لحتى أعمل. أنا شو بدي أعمل هلأ؟ أنتي حاولي روحي وانطريني وأنا برجع، تمام؟ ما بطول. أوف منك ومن شغلك. شغل كتير مهم عم قلك. طيب ماشي، لا تخليني أنطر كتير. لا، بعد كم ساعة بمر لعندك، لا تخافي. يلا برجع بشوف. أوف. أنا ما عم بقدر التقي بإلكون لحالنا، كل ما أنا إجي لهون ما بلاقيه أبداً. نصيبك. إيه معك حق. ميلبون؟ لا تقولي ما قال لي. قريباً جداً، شاب حلو وجذاب ومهذب وعملي كتير. إن شاء الله رح يرتبط فيكي وبشكل جدي. مين هاد يا ترى؟ ما بعرف، مين يا ترى؟ ايه ما في داعي اعرف مين هو. قديش بدي وقت لاعرفه؟ من وين بدي اعرف انا؟ لا ما فيني اعرف يا بيلكون. كيف ما في؟ ما رح قلي. قلي مين؟ نورية. يعني انا مين بده يكون يا بيلكون؟ انت سحرتيني، رح موت والله. قتلتيني بجمالك. اسماعيل. ها؟ انت بتقدر تاخذ سيدة القرية؟ مشان الله لا تذكريني هلا. ما بيعطوني، ما بيعطوني. بس أنا رح ضل حاول يعني. الزلمة يلي رح يطلع قدامك يعني رح يبسطك كتير. مين هو؟ عم شوف. قلتك أنا بعرفه برأيك؟ والله ما بعرف مين هو. فيك تشوف شكله بالفنجان؟ هو رح يسعدك ورح تكوني معه مبسوطة كتير لدرجة ما بقدر أوصفها. والله تقول يعني أنا بذاتي ليكي بيشبهني كتير. ليكي طلعي طلعي شلون بيشبهني كتير. بالله طلعي طلعي، شوفي شوفي بيشبهني. قصير ما؟ شوي من طولك. شوفي رح قلك شو شايف بالفنجان. شايفك لابسة فستان كتير طويل ورح تتزوجي هالشاب قبل الكل. شو رأيك بهذا العرض؟ طيب انت بتقدر تاخد سيدة القرية؟ يعني شوي شوي بيعطوني. قصدي لو ما كان نهاية هذا العذاب اني اجتمع انا وانت ما كنت انشغلت فيه ابدا. اخرة هذا العذاب اني لاقي جنبي ام العيون السرق ويطلع قلبي من محله. معلش قلك شغلة، ان شاء الله بيقبروني هالعيون. والله من سنين وأنا وراها لإلكون، مثل ما بتعرفي عم حاول خليها تحبني. همي الوحيد إني أتزوجها، بس لما إجا هاد فريد على الضيعة عقلي تشوش كتير. والله لو ما كنت بعرف إنه رح يروح كنت عرفت أتصرف معه. شو بتعمل؟ شو بتعمل؟ بعمل شغلات سيئة كتير، كنت ضربته بس قدرت أصبر. ها
الحمد لله مسكت حالي. ايه طلعي فيني. يا ترى قولتك تقدر الكون تحل مشكلة الصحن؟ والله انا برأيي انه لازم نحط الكحول، بس هي قالت انه رح تنطفى بالمي. اها اختي رجعت على البيت. عن جد ابن الحلال عن ذكره بيبان. ليك وهي ابي اجا كمان. لك يلا روحوا بسرعه. كدو يلا حبيبتي الانذار اشتغل، لازم روح هلا. شوفك والله الظاهر اجا ابوكي. هربوا 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 يا شباب. شو عم يعمل اسماعيل هون؟ اه اجا من شان يشوفك. شو اعمل انا؟ يا بنات يا بنات شوفوا مين اجا لعنا. ماشي اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا فيكم. ميت مرحبا. اهلا وسهلا. وين ايروه؟ في فاره بالبيت يا بابا. عن جد في فاره؟ ايه ونحن خفنا كتير وقلنا له يمسكها. ايه بسيطه. اي فاره هي يعني؟ ما بعرف. اهلا فيك يا بيك. أهلين أعطيني لشو؟ أهلا وسهلا تفضل. بعد عني يستر عرضك، بعدها ما بدي إياها بخاف. إيه لا تخاف يا أبني، خلص أنت لا تخاف. يا أبني في كتير منا بضيعتنا بس بيضلوا بأرضية الحديقة مو بالبيت. يا حبيبي شو عم تربون ترباية؟ ليك مبينة مو حقيقية. خذ يا إيرون خذ. أنت رح تضل هيك واقف؟ تفضل اقعد وأنتوا عملوا لنا قهوة. يلا تحركوا. إلكم بنتي أنت عملي لنا القهوة. يلا روحي يلا. ماشي بابا، بس أنت كيف بتحب قهوتك؟ ليه؟ رح حط لك قطعة صغيرة من السكر بالقهوة. شو هي السكر؟ قطعة قطعة واحدة بتكفيني بس. بس قطعة؟ ايه بس قطعة. خير شبك زعلان؟ لساتك ما لقيت حل لمشكلتك؟ قلت لك لا تاكل هم، القصة صارت عندي خلص روقنا بقوله. صدق ان القصة مو بهالبساطة وماني عارفان حالي شو لازم ساوي مع هالزلمة. اه شايف كيف صارت؟ فرجيني. طلع معلم. ويلا 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 ويلا. روق روق كل شي بينحل خلص. روق اهدى شوي. يلا خدو. شو بدي اعمل فيها؟ بدي ضل علمك شو تعمل؟ يلا روح دبر حالك يا ايرون روح. اي تمام بس شو اعمل فيها؟ شو بدي ضل علمك شو تعمل؟ يلا حرك لي حالك روح وخلصني خليني ارتاح منك. يلا روح. أمرك أمرك. يا ربي دخيلك. قلعوا لهالولد شي بيعل القلب ارتاح منه. هيك انا ربيته من وقت ما كان صغير ما بستغني عنه. عن جد؟ ايه هذا مثل ابني. قلت لي ابنك. خلص لا تزعل يا ابني خلص بقى نحن منحل لك مشكلتك. ما عندي حظ بهالحياة ابدا. اول شي تركني اسماعيل وزلت عليه كتير، بعدين طلع قدامي كوبتاغال، دخل على حياتي فجأة ولما بلشت اتقرب منه كمان راح. كوبتا قال خلاص راح يا اختي، راح وتركني ما عاد يرجع ابدا. اصلا انا ماني مهتمة ابدا باسماعيل، بس كوبتا قال هو الشخص الوحيد اللي بيشفي لي عيوني. كلامك صح يا اختي. شو بدي ساوي هلأ أنا مدون كوبتا قال؟ طيب ليش ما عم يرد علي؟ أنا ليش هيك حظي؟ دخيلك يا ربي أنا شو عملت لتعاقبني بأي طريقة؟ والله ما معك حياة أختي. كوبتا قال ضروري حتى يطيب عيوني، لازم تضلي حتى ما تتركيه. بعرف بس كيف؟ كيف رح يصير هالشي؟ اختي عقلي ما بيشتغل لدرجة فكر من شانك، ما بقدر ساعدك بشي. تعرفي انا عم فكر بشي مهم هلا، مثل ما كنت من قبل متمسكة باسماعيل لازم هلا ارجع اتمسك بكوبتا قال كتير منيح.
لازم فكر بشي طريقة مهمة. مرحبا يا بنات، كيفكن؟ يا براك جمعت هدول مشانك انت. انت اي نوع من الزلم؟ لك بس فهمني انت من اي نوع ولا حيوان؟ لا بلا فهم يا لطيف، ما احقرت بيه عم يقول شو عملت انا، شو عملت تضرب بهالمنظر؟ اضربي اختي اضربي، انا بورجيك يا كلب. نقلع ولا نقلع؟ راسي خجاني راسي. نازغول، يا ريت لو بتتركينا لحالنا يا بنتي، انا وكوبتاغال بدنا نحكي بموضوع ضروري. ماشي يا بابا. شو هو هذا الموضوع عمي دوزغول؟ استنى يا ابني استنى. اسمعني منيح، أنا عم فكر بشغلة. أول شيء الله يحميك يا أبني، ما شاء الله عنك. أنا عم أقول لحالي إنه لو بتستقر بهالضيعة ومنشتغل سوا أنا وياك، لأنه أنا بصراحة يعني كتير بحاجة لرجال شغيل وذكي مثلك أنت. عمي دوزغول ما توقعت تحكيني بهالموضوع، لأنه أنا ما بعرف أشتغل كل شيء، يعني أنا ما بفهم غير بسواقة السيارات وهالقصص. لك ركز معي شوي شو عم أحكي يا أبني. أنا متأكد إنك رح تعرف تشتغل، والله رح تعرف. وهلأ أنتوا رح ترجعوا لهون بعد ما تبيعوا كل شيء عندكم، وما رح يضل عندك شغل، شو رح تعمل ساعتها؟ ما في أي شيء تساويه بإسطنبول. لك اسمع مني وتعال لهون، هاي ضيعة صغيرة وحلوة، وأنا متأكد رح ترتاح فيها كتير يا ابني. وعم قلك إذا بتجي لهون كل أبواب الفرح والرزق رح ينفتحوا لك، والله مثل ما عم قلك. ما بعرف والله، احتر شو بدي أقلك يا عمي. لا تقول شي هلأ، أنا برأيي إنك تساوي تجربة صغيرة بالأول وبعدين بتعطيني قرارك. ها؟ وهلأ خبرني، شو هي أكتر أكلة بتحبها أنت لحتى خلي البنات يطبخوا لنا إياها؟ لا لحظة، هذا الموضوع كتير صعب علي. ليش؟ لا أنا ما عندي مشكلة بقول شو أكتر أكلة بحبها، بس بتوقع إنه هي صعبة كتير على البنات يحضروا لنا إياها، ما بدي تعبهم. لا الله يسامحك، هدول ما في شي بيصعب عليهم، أنت بس قول شو جاي عبالك. كبة نية، كفتة نية، هيك شي. كفتة نية؟ لا طبعا ما بيعرفوا يعملوها، بس يعني اذا بتعرف المقادير قل لهم عليها وهن اكيد رح يعملوها. ليك انا بضمن لك اياهم 100%. خلاص يا عمي اتفقنا، انت اتكل على الله. خلاص اتفقنا. اخ خير يا ستي، ليش اجيتي وقعدتي هون لحالك؟ تعال يا ابني تعال اقعد جنبي، بدي احكيك بموضوع. عم اسمعي. اول شيء صار جاي رمضان، بدي أعطيك هاي وهاي وهاي، بدي إياك تبيعهم وتوزع حقهم على الفقرة، لأنه بدي أتصدق بهالشهر الفضيل. إيه روحي الله يرضى عليك يا ستي، بس مو كأنه بكير، لسه في وقت لحتى يجي رمضان. بعدين بالعادة بتتصدقي بوحدة، يعني ليش هالمرة عم تعطيني ثلاثة؟ معليش يا ابني. لأنه همي كبير كتير، إن شاء الله يكفوا. يا ستي أنا ما بعرف شو هو همك، بس إذا حبيتي فيك تقولي لي أنا بفهمك. ما فيني أقوله لحدا، أنا محتفظة فيه لحالي كل هالوقت. أنت ساوي مثل ما قلت لك وبكفي. بعدين اسمعني، هذا الشي رح يضل سر بيناتنا، تمام؟ بس ما بيصير هيك، لازم يعرفوا مين اللي عطاهم بهالشهر الفضيل ويدعوا له. الله يتقبل منك يا ستي ويسلمك. آمين آمين، الله يسلمك كمان. يلا لقوم روح، والله يوفقك ابني، الله يوفقك ويكون معك. صباح الخير. أهلين صباح النور، مين أنت؟ أنا ابنه لفكري سابق. لا تقولها، أهلا وسهلا، قلي شو بدك؟ أنت شفت لي أبي شي؟ إيه شفته، هونيك في ميدان تمام؟ وفي حده قهوة، بتلاقيه قاعد فيها أكيد.
طيب فيني روح على الميدان بالسيارة؟ يعني أصلاً أنت ما رح تقدر تمشي فيها هونيك أبداً. طيب ما في شي كراج هون؟ إيه في كراج. فيك تأخذها للسيارة؟ أخذها بقديه يعني؟ والله ما بعرف شو أجارة، أنت قل قديش برأيك؟ هلا الأجرة بالعادة بتكون حسب الوقت، يعني أنا هيك بعرف. آه مو مشكلة منشوف، قلت لي الميدان هنيك. إيه إيه هنيك. اسمعني، بس بدك السيارة هلا اسأل عن إسماعيل. أنا اسمي إسماعيل. هلا والله تشرفنا إسماعيل، تشرفنا. وأنا أشرف، مع السلامة باي. يا ربي دخيلك. لك هذا ترك السيارة وراح، هالناس مجانين تعودوا يتركوا سياراتهم بأي كراج غريب، شو هاد؟ لك ليش ما خبرتنا انه دوزقون طلع من القهوة؟ ايه شو بعمل؟ يعني نسيت انه خبركن انا؟ استغفر الله العظيم، هلأ شيلكن منه، شوفوا شو معي. ايوه؟ شو هاي؟ سيارة؟ لا، فريزا، مو شايفة يعني؟ هلأ بما انه لقينا سيارة، شو رأيكن نروح نشتري صينية ونخلص من رشاد كله؟ شو رأيكن بالله بهالفكرة؟ ممكن، بس من وين جبت هاي السيارة؟ اسمعوا، الأخ فكري طلع عنده ولد تاني كمان، وهو أعطاني إياها. عن جد؟ ايه عنده ولد تاني؟ ايه. طيب كيف رح نعرف؟ لازم نلاقي شي حل، ما فينا نضل هيك بنوب. شو بدك بهالشغلة؟ خلص لا تهتم، خلينا نروح نشتري صينية ونخلص من كل شي، بعدين نعرف شو القصة. خلص انت لا تشغل بالك وشغل لي مخك شوي، شبك؟ ايه والله يا اخي، وانا هيك رأي، خلينا نروح ونحل كل شي. انا اصلا من زمان ما رحت على المدينة وكتير جاي على بالي روح. يلا اتفقنا. يلا 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 خول بسيك. يلا امشي. يلا نشوف سواقتك بقى. ابني وينك من الصبح؟ عم اتصل فيك وما عم اوصل لك. والله موبايلي خرب بابا. كيف وشلون رح نحط هاي على الانترنت؟ امينة بما انك المختارة عندك موبايل؟ طبعا طبعا، بس والله يا اخي فكري ما عم يشتغل. لا تقولي ما عم يشتغل، بعرف ما بدك تعطيني اياه. ليك طلع عليها منيح، شايف شي مكتوب عجبينا انه وحدة غبية؟ يعني مفكر صارت مختارة عجد بني؟ نحنا نبني الأرض ونرجع نبيعها بهالسهولة للغربة يلي مثلك؟ معقول انت؟ لك روح اضحك على حدا تاني غيرنا، ما رح نبيع الأرض. يلا يكون بعلمك هاي الأرض رح تنباع نقلتو ايه ونقلتو لا. فريد وين حط اللابتوب؟ بالكرفان بابا. امشي لنروح على الكرفان، رح بيع الأرض عن طريق الانترنت، وخليني شوفكن شو رح تساووا انتو التنتين. أخي فكري نزيد هاي على الطاولة. مع السلامة. بابا شو رأيك نضل كم يوم كمان بهالقرية؟ لأنه كتير حلو الجو فيها. ما رح ضل ولا دقيقة، هالمكان عم يوترني. طيب وينه جنيد؟ لهلأ ما أجا. يلا هلأ بيجي ومنروح سوا. ماشي بابا كتير منيح، بس الكهرباء والمي عنا مقطوعين. ايه منصلحه، يعني بعدنا ما متنا. بابا اخي. انا قلت جنيد وهي اجا جنيد. بمثل هيك حالات في كلام لازم ينقال، بس ما راح اقوله. اهلا وسهلا اخي. هلا فيك. يلا لا تلتهوا، خلونا نمشي بسرعه. يلا وين صافت سيارتك؟ لا تخاف، انا صفيتها بموقف خاص بالسياره لنرتاح منها فتره. يعني كيف لنرتاح منها ونحن كيف بدنا نرجع اسطنبول هلا؟ فهمني. ليش كتير مستعجلين؟ ما في داعي نرجع بالاصل مو. اوف جنيد اوف. يلا امشوا يا اولاد. شو صار بينك انت وإلكم؟ اسكوت رح يسمعك بابا اسكوت. كاني فهمت، يعني الموضوع انحل اخيرا. صدقت لك. وانا كمان. لا مو معقول، أكبر من السمك اللي بيصطادون صهري. صهرك اصطاده؟ قصدي عن السمك اللي بالبحر، هي أكبر منه. ها طبعا السمك تبعنا أكبر من السمك اللي بيصطاده أخي فكري، لأنه هذا من ضيعتنا. لحظة خليني أخذ له صورة. تفضلي. أكيد. يي مطفي تليفوني. إذا بدي أخذي تليفوني ما في مشكلة. هلأ بشغله ما في مشكلة.
على فكرة أنا بعملها لهي الكبة النية كتير طيبة، هلأ بتشوفوا بس خلصها رح تاكلوا أصابيعكم من وراها. مين عم يتصل؟ عمي دزقون، إذا بتسمح لي أنا بدي روح دقيقتين وأرجع، ما رح أتأخر عليك. طبعا يا ابني، البيت بيتك، خد راحتك. عن إذنك تفضل. رح روح من هون. يلا ماشي، فوتني بالحيط. قال شو هاي اللحمة ما لازم تتقطع كتير، هلأ بيشوف تقطيع وعى أصوله. بابا ماشي يا بنتي، أنا آسف. لا عم تطلع كبيرة ومو حلوة. إذا بدك منخلي الجرسون يصورنا. إيه مو غلط. جرسون لو سمحت. أمرني سيد رشاد. بدنا تصورنا صورة. تفضل. شكرا كثير. شكرا. يلا علق الخط. واخيرا صار يرن، بلكي هلا بترد ان شاء الله. ما بدك تردي؟ لا ما رح رد منشان ما يبرد السما. اها يلا تفضلك. رجعتي طفيتي؟ لك ليش هيك عم تعملي؟ يا الله انا اخ، يعني ما كان ناقصني غيرك انت كمان. شو وينه اللي عم دوزقون اخي؟ ليكم هني قاعد فوق. عمية ايه؟ شوف مين اجى لعندك. الاخ فكري. خير يا فكري خير؟ يعني جيت لتزعجنا مرة تانية ها؟ لا جيت اخذ الكرفان. ومين هذا الولد اللي معك؟ ابني الصغير اليوم وصل من اسطنبول. اهلا يا ابني. اهلا فيك. مرحبا. لك انت شو عم تساوي هون؟ يلا تعال معنا بدنا نمشي. يلا لا بنوب، ابني كوبتاجار رح يضل يتغدى عنا اليوم. خلص انا بعد ما خلص اكل بلحقكم. ساوي يلي بدك اياه. يلا امشوا. جوجو اهلا وسهلا فيك. هلا فيك فريد. كنت بدي اسالك، حكيت شي مع خالتك اليوم ولا لا؟ والله يا اخي لا ما حكيت. بس اذا حكيت معها بدي اعذبك، الا اني سالت عنها. تمام تمام رح قلها. ماشي اتفقنا. هالزلمه غريب، عم يحاول يتقرب من البنت. شو عم يصير؟ ليش كوبتا قال هون؟ ما بعرف، دائما عم يحاول يدخل بيني وبينها للبنت. يا سلام. على كل حال خلينا نمشي، بخبرك بعدين. هون وبس، أنا لازم أعرف كل شيء عم يصير من ورا ظهري. يلا استعجلوا. وين كنتوا لهلأ؟ وين نكون عم نجيب غراض؟ يا دوب قدرنا نجيب كم غراض ونوديهم لأمنا مثل ما بتعرف. ما بتعرف انه نحن ما عنا اب وما عنا غير هالام هي، ومن واجبنا انه نروح وناخذ الاغراض يعني. يلا منيح كتير. بما انك كنت واقف هون شو صار معك؟ انت سالت عن الطريق شيء؟ كيف بدنا نروح مشوارنا بلا وبلا سياره؟ ايه ايه سالت، ما في مشكله يلا نروح. يلا بس يا اخي ظهري عم يوجعني كتير. يلا يلا انا حاشتك بنت وظهرك. نعم اهلا ظهري وظهري. اختي قال هاد كوبتاجال بده بصل احمر. تعالي لهون. انت كيفك عم تطلعي بالولد وتضحكي له المره الماضيه؟ لك لسه عمرك 17 سنه. شو عملت؟ ليك وعم ترد جواب كمان. انا ما سويت شيء. بعدين بدل ما تفكري فيني روحي فكري بفريد، هو قال بده يرجع على المدينه بس انا ماني مقتنعه بحكيه ابدا، لانه اطلعي يا اختي هن بيجوا لهون على طول، ولو كان بدهم يرجعوا ما كان اجى هذا الولد اليوم، مو هيك؟ ايه صح كلامي. ايه صح كلامي.
وانت بدل ما تفكري فيني خليك عم تفكري بهالشي، هاد بيكون احسن. ماشي ايه خلص تمام، حكيت كتير، خليني اخذ البصل. ولا تنسي هدول، ايه ماشي ساويهم. سونغول كأنه لاحظت انه عجبك اخوه لفريد. يا بنت والله الولد مبين مهضوم. ما رح احكي شي هلا لحتى اشوف بالاول شو رح يصير معي، يعني عم اقول خليني اجرب حظي انا كمان. لا لا تخافوا، بس عم يمزح معكم ما رح يوقع. مو مشكله. هلا هذا اللي اجى اليوم بيكون اخوك؟ اي هذا اصغر واحد فينا. طيب وليش اجى؟ يعني قصدي ما رح ترجعوا؟ لا شو دخل، مين قال هيك يعني؟ انا اللي كنت بعرفه انه بدكم ترجعوا من يومين، يعني ضليتوا لهالفتره بس لحتى تخلصوا شغلكم هون. رح نضل، طمني رح نضل. حتى لو راحوا يا بنتي، كوبتاكال عم يفكر انه يستقر عنا بالقرية. ايه صح، ان شاء الله. ايه والله ان شاء الله خير. وهلا صار وقت نحط البهارات فوقهم. رح تطلع كتير طيبة. لحظة، شوفوا هاد، شو رأيكم ناخد لنورية واحد مثله؟ حلو كتير، بس نورية رح تعرف تسوقه؟ أغا هذا سواقته مو صعبة، يعني سهلة كتير ومريحة. ما زال هيك، خلينا ناخده ونرتاح من حملة. والله كلامه صح، بعدين ليكو شو حلو ومزينينه كأنه هدية. معناها خلونا نشوف إذا المصاري اللي ضلوا معنا بيكفوا لنشتري. يلا يلا لنشوف. استنوا. فريد خد هذا الموبايل واربطه بالانترنت وانشر لي الصور تبع الارض. تمام بابا. وانت شو بعدك واقف عم تساوي؟ روح اشتغل، لاقي لك شي شغله تعملها، الحياه بالكرفان مو سهله بنوب يا ابني. تمام. يا الله دخيلك. يعني مو كأنه مبالغين كتير بهالطريقة تبعوني اللي مقدمين فيها الفواكه سيد رشا؟ والله ما بعرف، بس يمكن هنن هيك بيعملوا بهذا المطعم. بس خلاص إذا ما عجبك فينا نروح على أي مطعم تاني أنت بتختاريه بنفسك، شو رأيك؟ ست ألماس إذا بتسمحي لي ممكن أخذ صورة تانية بموبايلي؟ طبعا ممكن. جارسون لو سمحت. أمرني سيد رشاد. خذ لنا صورة مع الطاولة. شكرا شكرا لك، حلوة كتير، رح أبعث لك إياها برسالة. بس أنا ما عندي رقمي. أعطيني لأكتب لك إياها. تفضل سيد رشاد، فينا نروح بعد ما نخلص أكل؟ طبعا طبعا، يلا أنت تفضلي خلينا ناكل وبعدها منقوم نروح. تفضلي. لو سمحت بس سؤال، هي الصينية قديه بتسوى؟ هلأ بالعادة بيبيعوها أغلى من هيك، بس أنا رح أحسبها ب2500. إيه لك شو هذا يا أخي؟ شو هالحكي اللي عم تحكي؟ هي سعرها أغلى من الميتوريا اللي جبناها نحنا. يا أخي هي الصينية تقيلة وحلوة كتير، اطلعوا عليها. لا يا أخي ما رح يمشي الحال هيك، يعني ما عندك شيء أرخص؟ لا ولو يعني مو شايفة هي كتير تقيلة وحلوة، بس هذا مو طلبنا، كتير موزنة. أكيد فهمت علي، نحنا بدنا شيء يكون أخف من هيك بكتير، يعني بدنا صينية نقدر نحملها كلياتنا. أغا هي حلوة اللي وراك، شفتوا؟ حلوة كتير ومزينة كمان، كتير حلو شكلها. يا ترى هيك صينية قديش بتسوى بالله؟ سعرها أرخص من هديك. تمام خلاص خلينا ناخد هي. هلأ رشاد مو إنسان منيح، وهي كتير عليه وبزيادة. معقول نعمل هيك شي؟ مو حلوة ناخد هيك شي لرشاد؟ لو سمحت شو عندك شي تاني قريب كمان؟ دقيقة لشوف. ها لقيتها، في عندي هي كتير منيحة، مصنوعة من الألمنيوم وحقها 200 ليرة. ايه رح ناخد هاد. لك هاي الصينية مدري الطبع من الأول فرجانا عليها، وهلأ هذا أساساً كتير بيشبه الأرشاد. لو سمحت بدنا نعزبك شوي بطلبنا. الله عم يستناك. الله باعت لي هدية هدية حلوة وغالية، الله باعت لي هدية هدية بتسوى عيني. والله سلطة من أول وجديد.
رمي رومي رمي رومي هيدي الحلوة المهضومي بفديها بضو عيوني بعمل لك بيني رمي رومي الله باعت لي هي هي لك شوفوا شوفوا لزقها بالسقف هلا بيقولوا بس تلزق العجينة بالسقف هذا فال منيح يلا تعالوا ساعدوني يا بنات يلا تعالوا يلا لنشوف هلا رح ناخد شوية ونعمله نقراص ايه كيف يعني هيك صح ايه لا تشدي ايدك كتير شوي 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 افتحي ايدك فرجيني حلوة كتير صارت منيحة وحلوة لا تشدوا عليهم يا بنات طلعوا علي واعملوا مثل هي اما اذا شديتوا عليها بتخرب شفتوا كيف تمام اها لك كأنه هاي سيارتي وين جنيد لكان يلا رح استناهم برأيك ست ألماس وين بتكون الكرفان هلا؟ بتوقع الكرفان ببيت السيد دوزغون إذا ما فيها إزعاج يا ريت توصلني على هداك البيت ماشي ماشي رح أوصلك لعنده يا عيني يا عيني شو هاد؟ والله كأنه عجبتك الشغلة بس على مهلك والله إنه كتير حلو يا أخي عن جد الميتون بجنة لك ليش نحن عطيناه يا؟ أوب. شو عم يصير؟ عفواً بس كأنه هاي سيارتي؟ لحظة كيف سيارتك؟ ليش أنتوا وين لقيتوها؟ وين جنيد؟ هلأ نحن أخذنا مفاتيحها من جنيد وين المشكلة يعني؟ سؤال يا أنسة يعني أنت بتعرفي لجنيد؟ إيه بعرفه وينه هلأ؟ لو سمحتي بس فينا نعرف مين بتكوني أنت؟ أنا؟ إيه؟ أنتوا بتعرفوا فريد شي؟ ايه قصدك فريد ابن العم فكري ما؟ ايه صح انا بكون صديقته كيف يعني؟ شو قصدك بصديقته؟ حبيبته يعني اوه اذا هاد الحكي صح انه انت حبيبة فريد معناها تعالي معنا لناخدك لعنده ايه خلينا نروح اساسا هو عم يستناني ايه يلا بما انه عم تقولي نروح معناها رح تخلينا نحط هذا بالسيارة لانه ما فينا نحمله ولا حتى نسوقه تمام خلص حطوه من ورا ايه ونحن بهاي الحالة كيف نقعد بالله مو مشكلة يا اخي كيف ما كان هلا مندبر حالنا لا تخاف يلا قوم اغا خلينا نضبه للموتور يلا خسكي شوي اخي كوبتغال لك شبك يا خوفتيني نقصتيني خير ان شاء الله بدي اسالك سؤال مهم طيب اسأليني شو هالسؤال هذا الكتير مهم يعني لا قصدي ما أنا مهم أبدا طيب ماشي تمام هلأ أنت يا ترى عندك شي حبيبة باسطنبول؟ باسطنبول قلتي لي؟ ايه لا باسطنبول ما عندي حبيبة طيب وجنيد أكيد عنده حبيبة مو هيك؟ جنيد ايه متزوج كمان وفي عنده ولد عم بمزح معك جنيد لساته صغير كتير كتير بتضحك بس فريد عنده حبيبة مو هيك؟ اسمه بينكسون هذا اللي عرفته والله فريد بصراحة كتير أزعر يعني عطول عنده رفقات بنات ايه فريد عنده حبيبة ايه عنده والموضوع جدي بيناتهم؟ جدي طبعا جدي 100% حتى يلي بعرفه أنه رح يخطبوا بنهاية الشهر هذا على الأغلب ورح يعملوا خطبة كتير كبيرة الله يتممنا على خير يا رب يلا باي باي ايه كأني مو شايف الكرفان هون دقي شوفي وينهم لحتى وصلي ما بعرف شوف خلص كوبتغال هون خليني انزل هون احسن ومنرجع منروح سوا ايه رح اتركك هون هلا بس شوف رح ارجع اتصل فيكي شكرا كثير سيد رشاد بالسلامه اجت خالتك كوبتغال
لك انا هلا كيف بدي صارحه لهذا الزلمه اني حابب الماس وبدي اياها شلون؟ مرحبا يا صبايا. اهلا وسهلا فيكي، تفضلي. تسلم، الله يخليك. خالتي الغالي وين كنتي لهلا؟ طول اليوم وانا عم بتصل فيكي وخطك مسكر. صراحة انا رحت مع السيد رشاد لمكان كتير حلو، ولسوء الحظ خلص شحن تليفوني، بس انت اللي شو عم تساوي هون لحالك يا ترى؟ تفضلي يا بنتي، تفضلي اعدي، تفضلي. كوبتاكال كان من الصبح عم يساوين لك كفتة نية. ونحن لأول مرة رح ناكلها والله. كتير طيب الكفتة من تحت ايدين كوبتاكال. ايه الله يسلم ايدي يا رب. وبنتي إلكون عم تساعده طبعا. بابا ونحنا كمان ساعدنا. ايه وانتو كمان ساعدتوه، بس إلكون اكتر شي يعني. بعدين هالأكلة كتير عجبتني. انا عملتها. كفتة النية سيدة القرية. سويتها انا نكتة، شو رأيكم حلوة؟ خير شو صاير لك؟ لا ولا شي، ما في شي، لا تشغل بالك يا عمي، بس مدري شو اللي علّى بملعومي ما بعرف. يا حلولو، كيف رح ناكله هذا هلا؟ بالخبز. يلا بسم الله. بابا شو هاد؟ شوفي اللحمة جمدة. اوه هلا منشوف شو رح نساوي فيه. بابا ها انا خلصت نشر الصور. ها ايه تمام، تعال لهون، بدي ساوي شغله وجاي لك. لا تخليني اشتغل فيك يا تعال. بابا ها هلا انا بعرف انه مو وقت اخبرك، بس في ساعي بريد اليوم جاب ظرف كتير مهم وانت لازم تشوفه. ليكو بالكرفان، بتحب تشوفه هلا ولا بنتركه لبعدين؟ يا ابني لك ليش ما قلت لهلا؟ روح جيبهم بسرعه. جيبهم لهون. ايه بسرعه. اشتقت لك لما ما تكوني معي، ما عم بعرف شو ساوي، كيف بدي اعيش باسطنبول بدونك؟ اذا اعطيتيني امل بعدك ما رح ارجع ابدا. تفضل بابا، هات لشوف. شو هاد؟ لك هدول كأنه بعتوا حجز. هي وراء الحجز يا ابني. بابا 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 أخي أخي تعال. بابا بابا شو صار؟ بابا 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 انت منيح؟ بابا رد عليّ.